مديرة عائلات من أجل الحرية. طبعا الأنسة أمني هي من أهم الشخصيات بقضية المعتقلين. شكرا كثير إليك ولوجودك معنا، وميت أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك عبد الله، وشكرا على الدعوة، بس كأنه الكاميرا مو مفتوحة عندي، ما بعرف، أنا ماني شايفة. أنسة أمينة، أنت ما رح تشوفينا، أنت فقط رح تشوفي القسم الموجود عندك، يعني نحن على البث شايفينك والأمور تمام، ولكن أنت ما رح تشوفينا. آه تمام، هيك يعني أوكي هيك الأمور تمام إن شاء الله، تفضلي. تمام. مساء الخير للجميع، مساء الخير عبد الله وعاطف وكل الشباب وكل السوريين. الحقيقة يعني ما بعرف شو بدي أقول، إلي كل الشرف إني أكون وحدي من الناس يلي عم يساهموا بهي الحملة ويساهموا بتخفيف الألم والبرد عن أهلنا بسوريا. يمكن أول شيء بدي أبدأ ووجه تحية كتير كبيرة، كلها فخر وإعجاب، مو بس مني أنا، من كل السوريين، لكل شاب وصبية في فريق ملهم عن جد. شكرا شكرا يا أنسي آمنة. يعني اللي بدي أقوله إنه هالحملة مو بس هي يمكن لآخر خيمة اسمها لحاله كله دفى. يعني ما يعني أنا من وقت بلشت الحملة عم تابعها، عم شوف قديه في تكاتف وتعاون بين الناس حواليها. يعني في فرح للحملة بحد ذاتها، رغم إنه الحالة السورية كلنا بنعرف الألم اللي نحن عايشينه كسوريين والسواد المحيط فينا من كل مكان يعني، لكن اجت هاي الحملة هيك مثل بقعة ضوء بهذا الجو. الناس اللي عم تساهم أنا متأكدة إنها هي مبسوطة كتير، الناس اللي عم تتلقى هذا الدعم هي مبسوطة كتير، وأنا شفت الفيديوهات اللي عم تعرضوها حقيقة يعني بتبكي، والله بتبكي. وانتو كشباب وصبايا قائمين عليها كمان عم شوف الفرحة بعيونكم كل ما عديتوا مبلغ معين، فهاد قديش هو يعني مو بس بالقيمة المالية للعمل أو القيمة المادية، كمان بالقيمة المعنوية وترك الأثر. نعم صحيح. بهاي الفترة اللي العصيبة بحياة الثورة السورية بثورتنا، كتير هاي الشمعات اللي عم تتم إضاءتها بكل مكان من المنظمات السورية كتير بتترك يعني أثر إيجابي بتساعدنا لنستمر يعني بهذا الصمت الرهيب حوالينا، حول المأساة وحول الألم اللي عم يعيشوه السوريين. هاي الحملة هي شمعة كتير كبيرة. بنفس الوقت مثل ما بتعرف عبد الله، هلأ الأسبوع الماضي كانت محاكم ألمانيا، محكمة كوبلينز وبعدها محكمة الطبيب المجرم. هدول كمان أنا بعتبرهم كتير إنجاز عظيم للسوريين، للمنظمات السورية، رغم كل العثرات والتحديات اللي عم نعيشها، بس قدرانين نعمل شيء يخلينا نحس إنه لسه عايشين بهذا الطريق ونكمل. صحيح أنسي آمنة، وفي نقطة جدا ضرورية، موضوع عملنا في الثورة بشكل عام ما بيختصر على أمر واحد فقط، يعني كل مين بيشتغل في مجاله، مثل ما نحن رب العالمين عم يستخدمنا لمساعدة الناس في طريقة معينة، اللي هي نقل عوائل من خيم لمنازل سكنية، مساعدة للناس المحتاجين، إجراء عمليات طبية، مساعدات عينية وغير عينية، كفالات أيتام، وغيرها كتير كتير من الشغلات اللي موجودة عندنا دائما. هاي الأمور كلياتها ممكن هذا يكون شغلنا لحال. أنتم مثلا كمان في موضوع المعتقلين كمان عم بتقدموا، الله يعطيكم العافية، أكيد أنتم ما يكون عم تقصروا أبدا، سواء في الصعيد الداخلي والخارجي، في المحاكم الأوروبية، في كثير محاكم أنتم إلكم وصول إلها. طبعا خدمتنا وعملنا ما بيقتصر على مجال واحد، إنما في كثير مجالات، كل مين في اختصاصه، كل مين في الشيء يعني اللي بيعرفه، نحن الشيء اللي بيحسن كمجتمع يقدمه. ما مدني شاء الله سوري عليكم، تكامل. كمان سعيكم وراء المحاكم وقضايا المعتقلين هو موضوع جدا جدا ضروري ومهم، وما بنحسن نستغنى عنه أبدا. فشكرا كثير لجهودكم، حتى أنتم كمان الله يعطيكم العافية، كل شخص بيشتغل الله يعافيك يا رب. وبيسعى في الأمور القانونية وغيرها، والاهتمام في المعتقلين وشهادات الرأي، مثل كمان الأستاذ عمر الشغري كان موجود معنا امبارحة، ما شاء الله عليه، يعني هو كمان من أحد أهم الأشخاص اللي بيشتغلوا على موضوع المعتقلين، وبيدافعوا وبيقولوا آرائهم في أكثر من محكمة دولية ومجالس،
وقنوات ووكالات إعلامية مشهورة جدا. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك يا رب. حتى يعني اللي لفت انتباهي كمان بالحملة وبشغلكم انتم بفريق ملهم، انا دائما متابعة له وفخورة فيه، انه رغم انه عم يكون احيانا في بعض الحملات السيئة او اللي بتسعى لتخريب اي عمل جماعي او انسي امينه، التخييم انت او معي، غيره. انت معنا انا معك، يا انسي سامعني امينه؟ عبد الله؟ عم تسمعني؟ انا سامعتك عبد الله، انا عم اسمعك. الو، انا معك عبد الله. شوف هيك تمام عبد الله، هيك تمام. الو، معك اسي. ايه، كنت عم اقول انه نعم، كتير العظيم بهذا العمل اللي انتم عم تقوموا فيه، انه رغم الحجارة اللي عم تتلقوها احيانا من حملات إساءة سمعة أو تخوين أو غيره، لكن مع ذلك ما خلتكم توقفوا عن العمل، وبالعكس يعني دائما يمكن الرد بالعمل أفضل من الرد بالقول. ردودكم العملية عم تكون هي اللي عم تسكت الكل، ومثل ما بيقولوا الشجرة المثمرة هي اللي بتتلقى الحجارة من كل الأطراف. نعم صحيح. فهذا شيء كتير مهم اللي بدي أقوله لكل السوريين، كوني أنا واحدة من هذا المجتمع المدني السوري يلي ملهم، فريق ملهم جزء منه، يلي الدفاع المدني جزء منه، يلي المنظمات. هذا المجتمع المدني ما هو دولة، الكارثة الحالة السورية دول تحتاج إلى دول لتشيل فيها وضع المخيمات وغيرها. المنظمات أو فريق ملهم أو غيره غير قادر لحاله يشيل يحمل هاي المسؤولية، لكن هو عم يحاول قدر المستطاع. لذلك كتير مهم نكون منطقيين لما بنفكر، خاصة إنه نحن بسوريا مثل ما تعرف عبد الله وبيعرف الجميع، إحنا ما كان عندنا مجتمع مدني، ما كان عندنا منظمات أصلاً قبل الثورة. يعني نحن كمنظمات أو صحيح. مجتمع مدني كلنا ظهرنا بعد الثورة، كان بدنا نأسس مجتمع مدني وبدنا نتخبى من الاعتقال أو اللي اعتقل أو اللي استشهد من هذا الجانب. فكتير كان مو سهل علينا، بس لدرجة اليوم هاي المنظمات فريق ملهم وغيره عم يقوم بدور الدولة لو في مجتمع بيحترم نفسه، يعني نقل الناس لبيوت. يعني تخيل الحالة التراجيدية اللي نحن عايشينها، الدولة بين قوسين اللي بتسمي حالها دولة سورية عم تهدم بيوت الناس. والمفرح اللي أنا من يومين لما شفت فيديو عم تتهدم الخيام والناس عم تركب بسيارة لتروح لبيوت، هذا المشهد ما بيروح من بالي ابدا. النظام عم يهدم ويرحل الناس من سنوات، ونحن بنشوف الناس عم تتهدم بيوتها وتترحل على مخيمات. يلي عم يصير هلا هو العكس. لذلك يمكن اذا بنقدر نقول انه نحن بدنا مو رح نعمرها لسوريا، لا، بلشنا نعمرها وانتم بلشتوا اول حدا يعني بهذا الشيء. فهي الحمله يمكن كمان هي حمله عم نعمرها لسوريا، مو بس قولا، وفعلا بتكاتفنا مع بعضنا. حتى يعني عم شوف الأطفال فرحتهم بانتقالهم، يمكن في أطفال لهلأ ما بيعرفوا السقف، صح، وكل السوريين اللي برا. بس هي النقطة لما بتيجي ببالنا الطفل اللي فيه أطفال عمره 9 سنين وما شاف سقف، لأنه هو ولد بخيمة صحيح. وعاش بخيمة، هي أول سقف بيشوفه، هي أول شباك، هي أول باب بيفتحه، هو معود على الخيمة. فهي انتقال لحياة جديدة، الخيمة ما فيها استقرار، ما فيها يفكر بمستقبل، لكن هو ممكن يفكر بمستقبل وبحياة. اللي عم تعملوه هو بدال ما تعطوا الناس سمك عم تعلموهم كيف يصطادوا، كيف يتابعوا حياتهم، عم تنقلوهم لجو من الاستقرار. هون بتبلش الحياة. صحيح. الحلول السابقة كلها كانت حلول مؤقتة. يعني جيدة، والله يعطيهم العافية كل الفرق اللي قامت فيها وانتو، لكن الحلول، هذا الحل هو الحل الأعظم والأفضل، إنه الناس تنتقل لمكان مستقر، ترجع تبني حياتها من أول وجديد، وخاصة ضمن هالكارثة. يعني الوضع
الصور اللي عم نشوفها من عرسال ولا من الشمال، التلج والطين، يعني الوضع لا يحتمل، لا يحتمل يعني شدة البرد بهي طبعا هو الفترة. التغيير اللي عم بيصير فاللي هو تغيير جذري تفضل. بشكل كامل، الحمد لله رب العالمين. نحن لما اطلقنا هاي الحملة واطلقنا هذا المشروع ما اخترنا انه يكون شيء مؤقت او انه هو يسد حوجي بسيطة، لا، انما كانت لتغيير واقع عوائل عايشة ليل نهار في الخيمة. لا، هذا الموضوع بإذن الله تعالى رح يلتغى ورح يتم نقلهم لمنازل آمنة، منازل سكنية بتليق فيهم وبتليق في الشيء اللي هن كانوا فيه من قبل. كلياتهم اكيد كان عندهم بيوت وساكنين في قراهم ومدنهم وعندهم اراضي واصحاب عز واصحاب كرم، يعني ما بيليق فيهم الا المكان الصح والا المكان اللي بيناسبهم. كل الشعب السوري طبعا يعني وكل الشعوب الحره ما بيليق فيهم الا العز والكرم والاصاله. فهذا الشيء هو جزء بسيط اللي نحن عم نحاول كلياتنا نرجعه لنا ولهم ولكل الناس اللي موجودين في سوريا. تمام. حتى عبد الله بدي اشكركم كثير على الطريقه الذكيه اللي عم تجمعوا فيها هي التبرعات. كثير من الناس بتلاقي تخجل تتبرع ب 5 دولار وب 10 دولار، بتحس هي مبلغ قليل لو 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 كان التبرع عادي يدوي او فيس تو فيس، بس اليوم لما مفتوح المجال من الدولار حتى الألف، فهذا الشيء عم يخلي كل انسان قادر يساهم، كل انسان مهما كان وضعه هو قادر يساهم بهي الحمله. وهذا يعني هذا مثل ما قلت لك المردود النفسي والاجتماعي على المجتمع السوري هو نوع من اعاده البناء النفسي والاجتماعي، انه نحن كلنا قادرين نتكاتف ونكون سوا، مو بس اللي قادر يدفع 100 هو اللي عم يدفع، لا، اللي قادر يدفع دولار واحد كمان عم يدفع. حتى قريت المبلغ اللي جمع من هاي الفئات الصغيرة، الدولار والخمسة دولار، كتير يعني أعداد كبيرة شاركت فيه، وهذا يعني يعطيكم العافية، بدل على جهدكم الذكي في الوصول لهي الآلية. وبعرف إنكم ما عم تناموا، امبارح أنت قلت لي إنه عم تبقوا لآخر الليل بهذا الشغل، فهذا أكيد يعني ما بينسوا السوريين، وعند الله سبحانه وتعالى كمان هو جهد عظيم. فالله يعطيكم ألف عافية. وكمان حتى الفلسطينيين يعني دخولهم، رغم هن كمان بمحنة مثلنا، لكن كمان ما نسوا يكونوا جزء من هاي المشاركة والدعم اللي عم يعملوه، فكمان ألف تحية لهم أكيد أكيد. لأهلنا شكرا لك بفلسطين. كمان أنسي آمني، وشكرا كثير لك ولجهودك في دعم قضايا المعتقلين. كاد فريق ملهم بالإجماع، يعني بتشكرك، شكرا كثير لك ولجهودك ولمداخلتك ولكلامك الطيب. يعطيكم ألف عافية وألف تحية لكم ولكل السوريين الأحرار. شكرا شكرا يعني.